رندا كعدة، مثل ما وعدناكم هالممثلة القديرة صاحبة مشوار أكثر من 30 سنة بالتمثيل، مسرح، تلفزيون، مسلسلات وغيرهم. اليوم بتشرفنا بوجودها، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وعذبناك من زحلة. عذابكم راحة، هذه المتعة أني أجي وشوفكم. اهلا فيك. اكيد رح نحكي شوي عن بداياتك مثل ما وعدتينا، يلي بعد ما خبرتيهم لحدا قبل ولا على الهواء باي مقابله، بس كمان رح نحكي عن دور حضرتك بمسلسل ومشيت، يلي كل ما عم بتطلع على الشاشه وهلا لما بنحكي عن موضوع بنتاثر فعلا، دور بيوجع كثير. ام الشهيد توني يلي كان بالجيش وفقدتيه وبعد ما قدرت تطلعي من هالقصة الموجعة، عم نشوفك بأدوار فعلا مؤثرة، ودايما في ولاد، يعني ولادك عم تفقديهم، عم تخسري خسارات كبيرة، ليه عم تختاري هالأدوار؟ ليه عم كأنه عم بتقولي شيء للناس من خلالهم؟ دايما بدنا نحمل رسالة لحتى نوصلها، لأنه الفن هو رسالة للناس، منصرخ عنهم، منبكي عنهم، نضحك معهم، نضحك عنهم، يعني منحمل كل الأدوار. ومساق بأنه مجتمعاتنا معباية قهر، معباية حزن، معباية خسارة، فعلينا أنه نحمل معهم ونبكي معهم، منريحهم شوي. رمضان الماضي كنت أخذي شخصية، يعني كنت بكذا مسلسل، ولكن كان عندك دور هيك لمع تميني بأدهم بيك. صحيح. أخذت ضجة وكنت ناجحة كثير الشخصية، توقعت إنه هالشخصية كمان الجديدة مرتا بالصعوبة يلي بصعوبة شخصيتها كمان رح تاخذ نجاح؟ أكيد، لأنه في نص قوي، يعني نص كريم رزق الله ومشيت كثير دقيق وفايتة بتحليل شخصيات، حتى يعني الممثل الأكاديمي مثل ما بتعرفوا بيرسم الكاركتر، بيعطيها هوية لهالكاركتر، يعني مارتا شو عائلتها، لمارتا الافتراض شو البيئة تبعها، وين عايشة مارتا، كيف تمشي مارتا، ما مفروض أبدا تمشي مثل ولا شخصية تانية، رندا كعدي بمارتا ممنوع، لأنه هويتها بتحددها، بتحدد لها كل تصرفاتها، تطلية عيونها، هالضياع اللي عندها إياه، يعني كله بده يكون مرسوم. وأنا من الناس يلي عندي كوتش، يعني بتمرن بشتغل كتير على الشخصية لحتى تقنعني لا نوع فيها الناس بالنتيجة. بعد لهلأ بتتمرن من قبل؟ كيف تتحضر لدور من هالنوع؟ بقرأ المسلسل كله، بركز، برجع على دوري وبلش شوف حلل شخصية هالمرتا اللي عم بلعبها، ومنصير نفوت حتى شعرها، يعني من شعرها لكعب إجريها ببقى حاضرة جاهزة بتيابها لمرتا، بالكمبوزيسيون جسمها، بقدها بيعلى صوتها، كلهم هون من ضمن الهوية، مشان هيك رح تطلع مختلفة وبتمرن عليهم. يعني مش بس بحفظ نص، أنا كأنه مسرح وهالمسرح بنقله على التلفزيون، وأكيد بإشراف المخرج الحبيب شارل شلالة، يعني دائما في المخرج اللي هو المراية تبعيد الشخصية، يعني هو بيدوزن قد ما يكون كل الفنانين المحترفين بيتميزوا بميزان الانفعال، يعني قد ايه لازم يكون لحتى ما اوفر. هلا كنا عم نحكي عن هالموضوع. وهي اول مره بتشتغلي مع المخرج؟ لا، ثاني مره. ايه، بشتغل مع شارل شلالة، وكان لي شرف كثير كبير، لانه اتفقنا باللكتور انه انا عندي هالرؤيه لهالكاركتر، عملت له هالهويه، ضاف عليه شيء، لغي اشياء، يعني تعاوننا، مثل دائما انا دائما بتعاون مع المخرج والكاتب، لانه ما بحب كمان طير برات السرب. نعم. بس باخذ منهم الموافقه وبروح بقى بشتغل، يعني ولا مره بطلع هيك انه انا ممثله وبعرف مثل وببكي، لا ولا مره بخاف. كنت عم تقول رانيا انه شخصيه مارتا لكن ام الشهيد توني يلي استشهد بالجيش اللبناني، ولكن مين هي اكثر من هيك؟ هل هي خوتها؟ هي بس
حزينة وحقيقتها كانت مأساوية لدرجة أنه عايزة هالعالم الغير ملموس لتضل عايشة؟ أكيد. الله لا يجربنا كلنا. أكيد. والله يساعد أهالي الشهداء، أباء وأمهات، لأنه الجرح واحد بس كل حدا بيعبر بطريقة، وكل حدا بيستلقى الكارثة أو المصيبة أو حتى الفرح بيكون ردة فعله مختلفة عن التاني، ما في حدا مثل التاني. هالمرتة لحتى تتقبل هالمصاب الأليم اللي صار عيشته معها بس تحس بوجوده، ومثل ما قالت له للدركة قالت له ما بدي أنسى صوته، يعني بتحكيه وبتعيش أنه مبلا حكيني جاوبني ابني. هالقد الشخصية مشغولة بحرفية إن كان من النص أو بالتركيبة. ما ترجعي تذكرينا بهالمشهد؟ لا ببكي، أنا ببكي. وأنا كمان يعني كنت عم خبرك أنه مش عم يعني ما عاد فينا، وكثير من الأشخاص يعني سمعنا ردة فعلهم عن هالمشهد لما بتكوني عم بتخبري بالمخفر الدركة عن أنت ليش عملتي هيك وأنت مين، هو سألك أنه شو بكي أنت مجنونة أنت، وصار هاللعب بين الوعي والجنون، صح. الوعي والهزيان، يعني تروحي وترجعي بذات المشهد. وكان يعني شيء فعلا مش رائع، يعني خليني اقول كنت عم بحكي مع زميلي إلي احوش قلت له يا هيك يكون التمثيل يا بلا، اكيد حضرتك مش عايزه شهادتي، بس بلا. كان مشهد مؤثر جدا، يعني ما حدا قدر يحبس دموعه. هيدا اللعب بين، ونحن ديجا بالفيكسيون يعني هاللعب بين الحقيقه او الوعي والهزيان قد ايه بده التمرين، قد ايه بده حاله كتير. نفسيه، ونحن بنعرف انه الممثلين بيعيدوا المشهد. طبعا عدتي هيدا المشهد؟ انا عدته لظروف تصوير، عدته يعني الدركة اللي معي هيك تلبك ما صدق رح يشوف هالقد تلوين، يعني جاي اخذ دور دركة، فاضطريت عيد. بس كم مرة؟ بتعرفي 3 مرات بس الحمد لله ركوري ما بيغلبط، يعني إذا هلأ عملت له هيك بالمشهد كمل. بس عيد، لأنه البادي لانجويج لما بتشرب الشخصية وحسب ستانسلافسكي وحضراتكم بتعرفوا، لما بتطلع من ذاتك وخلص صارت الشخصية جوا، صارت هي اللي بتطلع حركة الجسم. فإذا بدأت تعلي إيديا مرتا، إذا بدي عيد 100 مرة رح يعلو إيديا، فالركور ما بيقلب، يعني ما بيغير، ما أنه وين كنت هيك، لا أكيد إذا بوز بدي أسأل إذا هيك أو هيك، لا بس في سبب، في سبب حركة جسد، في سبب للحركات، بالضبط. في سبب، ما في بالتمثيل أنه يلا. يمكن كمان هلأ دارج ما يحفظ وما بعرف، أنا بحترم كل حدا بمين متأثر وكيف كيف بيبني شخصياته. أنا بعدني لهلأ كأني بالجامعة وناطرة الجوري وحضراتكم الجوري والمشاهد، المشاهد خاصة جوري، والمشاهد عم بي اليوم صار بيتشاركوا مشاهد من المسلسلات، وعطول المشاهد يلي بيكون فيها رندا الناس بتركز عليها وبترجع بتحضرها وبترجع بتتأثر من المشاهد اللي بتفرج. يعني رندا أنت طول عمرك ممثلة محترفة، ولكن هلأ صرت أنت نجمة، اليوم نجمة مسلسل، رح نحكي عن هالشي بعد شوي. عبالي أحكي شوي شو رأيك بأدوار النساء برمضان 2018 والبطولة المطلقة والبطولات يلي عم تتوزع، نحكي بعد في كتير أشياء نحكي فيها. بس خلينا نحضر مشهد شوي نشوف مرتا، لأنه حكينا عنها، خلينا نحضر مرتا بمشهد من ومشي. قبل الضعو لكلايكو، إذا حدا بيصب لي ركبة القهوة فلتاني عليكم بأبرد.
قتلك، بدي قتلك واحرم امك منك، فهمت؟ فهمت؟ يا عدلة يا طقبرني يا امي، يا طقبرني، قتلوك يا خالي، قتلوك يا روحي، يا بابي ضعني، رد علي يا امي، رد علي يا امي. كمان من المشاهد المؤثرة والأساسية بالمسلسل، وهالمشهد هو يلي بيخلي يصير فيه القاء القبض عليك والتحقيق معك، والمشهد الثاني يلي هالقد كمان بيوجع. بس خليني، يعني حضرتك قلتي الممثل الأكاديمي، كنا عم نحكي أنا وياكي، يعني لما درستي مسرح ما كانوا الأهل هالقد مرتاحين مع التمثيل ومع المسرح، كيف صارت القصص وكيف قدرتي تفوتي على الجامعة تعملي مسرح؟ أنا بيي الله يرحمه كان كاتب مسرحي وممثل مسرحي، وبهديك الزمن ما كانوا يدرسوا، يعني كانوا يتكلوا على المواهب، فكنت رافقه وشوف وأحضر وأتأثر فعلقت الحرب وممنوع بقى أتعلم وفوت على الجامعة لأنه غيرنا المنطقة وصرت بزحلة وما في معهد. تزوجت ورجعت على الجامعة. من يعني زوجك اللي هو كول هالقد، هو الحبيب اللي شجعني لأنه حضرني عم مثل هيك مسرحيات بالضيعة لبي كاتبهم وحس الموهبة. قال لي مش حرام، وهو كان خريج أوروبا، يعني قال لي مش حرام بأوروبا بنوقف بالصف لحتى نحضر مسرح وبتدفعي وبتنطري شهر وشهرين لتحضري، بقى عندك موهبة حرام. هو كمان فنان، هو يعني فنان وعائلتكم كلها يعني كلها عائلة فنية. يعني خلينا تعرف شيء على أعضاء العائلة. زوجك بدق موسيقى، بدق موسيقى، هو مهندس بس كمان له كمان أكيد حاول بكون عم يحضرنا. نعم. وباترا كمان عاملة هندسة داخلية وكمان هلأ عم تدرس ميوزك تيرابي وعندها باند موسيقى وبتغني. شو اسمها الباند؟ فرقة عنوتا. في أعظم من هيك اسم؟ هي فرقة عنوتا يعني. وتمارا كمان درسة تياتر، درسة مسرح ومع ماجستير دو واختصاصها إعداد ممثل، فهي الكوتش اللي عم ترافقني يلي مرتها كان لها الفضل الكبير تمارا، عدا الافلام القصيره اللي عم نشتغلها انا وتمارا، حطينا الهيكليه لمرتها وعملنا لها الهويه، ومن بعد ما اكيد استشرت كارين ومشكوره واستشار الشلاله، فاللي توافقوا لي عليه بلشنا انا وتمارا تمارين لطلع هذا الشغل. يعني حلو، صارت تجربة عائلية. عائلية يعني أول شيء في تشجيع عائلي، وبعدين صار في مين ياخد ويعطي معك على موضوع تقنيات التمثيل. بالضبط. وبعدين ضروري نحن نضل نعمل يعني تجديد وتطوير لكل مشاعرنا، لأنه الممثل بيعوز كتير مشاعره ووجهه والليونة بجسمه. فإذا أنا بس بدي أوقف على أمجاد الماما يلي لعبتها كل عمري بهالثلاثين سنة ما رح يقبلوني الناس. فضروري مع تطور النصوص كمان اللي عم بتصير ضروري أنا أتطور، يعني ضروري أنا أعرف هلأ شو مطلوب من صوتي من جسمي من حركة وجهي، لأنه إذا لاحظتي مرتا كان عندها بتشد بتمها يعني هيك، هيدي التعصيبة تبعها، هيدي اللي بتفصمها بين الواقع وبين نقطة يعني التحول، يعني نقطة التحول يعني بكل شغلة عم تعملها مرتها مدروسة.
النص قد ايه بيساعد هون كتير. وكنا عم نحكي كمان عن نص كارين رزق الله يلي بمحل كمان المشهد وقت كنت عم تخبري وحكيتي عن البرواز برواز الصوره وهالتشبيه هالميتافور يلي كانت بين التابوت والبرواز بين الحقيقه او بين الناس العالم الخارجي وبين عالمك الداخلي لما بتقولي انا ما بقدر المس إلا الإزازة وهو محبوس داخل هالبرواز بينما هو محبوس داخل هال يعني هالتابوت يعني فعلا. فهون قدي الناس كمان بيساعد لحتى تعطي وتظهر من حالك يعني هذه ثالث تعاون بيني وبين كارين وصارت هلأ تعرف قدي بقدر هالإحساس لونه فصارت يعني عم تكتب لي يعني عم تحملني المسؤولية وهذا شيء مشكورة كتير علي هالثقة هذا شيء بيشرفني وعم قلك أستاذ شارل كمان يعني قال لي معك الحرية بالهوية اللي بدك تعمليها بس ما بدنا نروح كتير أكاديمي لحتى كمان الناس تتقبل يضل سهل يضل سهل بس يعني يحس أنه قادر يقرأ ويفهم الشخصية ايه بس الأكاديمي هو أقرب للناس هو أقرب للحقيقة لأنه لو بدي مثلها تمثيل سطحي وعادي ما كانوا حبوها الناس هو لمرتها هو الإحساس ايه يعني ايه يعني بدك تمرني مشاعرك قبل وجهك بدك تمرني الريتم يلي عندك لأنه الجملة بتحمل ريتم وبيتغير الإيقاع بلف الإيقاع جوا فهيدا كله بده يتناغم مع بعضه وبده يكون معك هالميزان اللي كتير دقيق ليلى الحلقة 18 من المسلسل تعرفنا على شخصية مرتا أول شيء ما فهمناها قلنا هيدي المجنونة بعدين فهمنا أنه في وضع معين شو المفاجآت برأيك اللي رح نكتشفها عن مرتا بالحلقات الجاية فهمنا الشخصية فهمنا ألامها لوين رح توصلنا يا الله ما فيني قلكم لأنه ضروري تحضروا الله يخليكم تحضروا بليز تحضروا أنا قلت عم بتقول يا الله شفت كيف التمثيل قلت أنا يا الله شو بده يصير لا يا الله ما فيني قلكم خلينا نحضر مشهد ثاني قبل ما نتابع حديثنا من مسلسل ومشيت يا تقبرني جيت تعشف شوفي تعشف لك لك شو عملوا لي فيه قتلوه قدام عيني مين اللي عمل هيك؟ انت قتلت لي اياه انا ابني فات على الجيش لانه بده يدافع عن وطنه ابني كان يحب لبنان ما كانش يخاف من شيء لانه ابني بطل انت قتلته مات ما انت تموت مات عنك مات تيحميك انت اللي كان لازم تموت مش ابني ابني معطر ابني وانت انا ايه انت عملت حالك وفليتي لأنه ابنك مات أنا ابني مات وما فليتش أنت هربتي أنت ابنك كان عمره كم شهر أنا ابني كان عمره 22 سنة مش كم شهر 22 سنة وأنا عم ربي فيه قتلتي لي أنتي وجوزك أنتي وجوزك قتلتوا لي أنا ما كانش عندي غيره أنا نادري حياتي كرماله كان بدي أفرح فيه كان بدي أعيش معه وانبسط فيه بدي طلعه عريس من البيت محمول على الكتاف طلعته محمول على الكتاف بس بتابوت كان بدي لبسه أحلى بدلة عرس رفعته بالكفن كان بدي أرقص له أنا بعرسه لابني كان بدي أرقص له رحت عملت له صورته وركضت فيه أرقص بالمدافن أنا صرت أرقص بالمدافن لك أنا كان بدي أفرح بابني مش أبكي علي كاش بدي أبكي علي كنت بدي أعيش معه مش مع صورته أنا هلأ عايشة مع الصورة القصر راح لأنه أنت قتلتيه أنت وياها أنت قتلتيه أنتوا قتلتوا لي ابني
انت قتلتوني ابني، انت قتلتوني. يا حسرة عليك يا مرتي، شو عملتي يا مرتي؟ خرب بيتك يا مرتي، شو عملتي؟ اخ عن جد اخ رح ارجع. لا رح استفيد من هالمشهد وبالتمثيل بهالمشهد لاسالك عن المشهد الرمضاني اجمالا. اولا شو رايك بادوار السيدات هالسنه؟ وبرايك تقدم السنه افضل من السنه الماضيه؟ كلنا بنسعى كفنانين ممثلين انه نقدم الافضل، بس ما في ناس، في اخراج، في كرو، في ممثلين عم تتعاطى معهم وقدامهم. يعني كل ما يكون الممثل اللي قدامك بزت الباس صح، انت بتعطي صح اكثر. فما بعرف، يمكن اللعبه اللي عم تصير انه كل حدا جاي من مدرسه مختلفه او مش جاي من مدرسه او مش جاي من غير مدرسه، عم يطلع ديكالاج شوي ما عم ينقبل. وبعدين اذا الناس بتحب كل شيء، بس هون المسؤولية على مين؟ يعني اوكي بنجمه وان كانوا ستات او رجال، اوقات يعني منهم دارسين ولكن هن نجوم باي مجال اللي كان، وعم بيكونوا عم يلعبوا مع نجوم كبار بعالم المسرح. اليوم اختيار هالشخصيات يلي فيهم هالقد ديكالاج هو مسؤولية مين ستراندا؟ يعني انتاج، ما عادت مسؤولية المخرج مثل ما من زمان. المخرج هو اللي بيعمل كاستنج، بس الكل عم يقبل لانه ما بعرف، يمكن الانتاج عنده رؤيه، لانه بالنتيجه الانتاج عم يلعب وحده. يعني ما في مين يسنده، ما في عندنا وزاره مصدقه انه نحن شغلنا هو انتاجي، هو اقتصادي بيدعم البلد. فلذلك يعني عم تكون تجاره هيك احاديه، بجوز يخسر بجوز يربح. يعني ريتينج، بس لعبة ريتينج، ستركتور معينه كانه عم تبين انه بنحط النجمه هون اللي ما عندها ده، بس بندعمها بشخص بممثلات او نجم البير. مش أو بس النجمات، مزبوط مزبوط، وبندعمهم بهالشخصيات يلي او الممثلين يلي فعلا رح يقدروا يعلوا شوي المستوى، كانه صار فيها التركيب المعينه يلي بتسهل للكل انه في عندنا النجم وفي عندنا التمثيل بمحل ثاني. هيك صارت هلا الموضه هيك. قبل وقتها كنت نجمه احلى بيوت، كنت الماما يلي عندها الشباب والصبايا، وما كنا يعني جانوا مبتدئين ونجح المسلسل وبعده لهلا بيحكوا فيه، ولهلا بيقولوا لي مش حضرتك احلى بيوت؟ بقول لهم بلا. وكمان كان في ما كان دارج انه هالقد، ما بعرف ليه هيك هلا. سوري، كمان كان في مبتدئات بمسرحية قفص لجمانة حداد الصحفية والكاتبة يلي بدي وجه لها تحية وقول لها اشتقنا لها نحن هون. كمان كان فيها سيدات عم يلعبوا أدوار كتير صعبة، لكن يعني أكاديميات كمان. وكنت كمان دورك مميز جدا، هو دور البنت العانس. يعني شو الفرق بين المسرح والتلفزيون؟ شفنا يعني في تمثيل قوي، في بودي لانجويج قوي، في طبعاً حركة، في على المسرح كل يوم عندك امتحان مع حالك ومع المشاهدين. يعني نحن بنسمع نفس الناس، فما فيك تكوني أقل. يعني بدي تضلك مركزة على الشخصية وعلى الكاركتير، ونبضك كله عم يشتغل. أما بالتلفزيون إذا تعبتي بنقول للمخرج كات تعبت، انا بعد هذا المشهد هلا اللي انحط حبيبي استاذ شارل عطاني بريك نص ساعه بس طريقه صبيعي. يعني الرجفه اللي صارت لي والدموع اللي عم تكر عطاني بريك، قعدت عملوا لي فنجان قهوه ارتحت. على المسرح قد ما يكون دورك قوي بدك تحملي لاخر نفس، وبس تطلعي بتطلع زقفه الناس بتعوضك، بتنسي فنجان القهوه والتعب والرجفه. بكيو معك بالكرو اولاد يعني انا هون. ايش كيف كان الشكل اللي حواليك من الاضاءه للصوت للتصوير؟ ما بتصدق عن جد، بحبهم كلهم، بشكرهم كلهم. يعني كله كان عم يبكي، وكيف ضاين كمال ابو نصار حامل الكاميرا قال لي قطعتي لي نفسي مش ظهري او ايدي.
هيك جمدنا كلنا وقبطنا بعضنا، كان كتير بيوجع كتير. واستاذ شارلي يعني قال لي اذا انا هون ورا المونيتور وعارف جوا انتم عم تمثلوا، طب انا نزلتي لي دموعي شو رح تعملي؟ قلت له مين قال لك كارين تكتب هالكاركتير؟ ميرسي كارين. ميرسي كارين. ايه اكيد. إيه؟ لا يعني طريقه جديده بالكتابه، رؤيه بركي من منظار اخر كمان للامور. إيه؟ اللي بنعيشها كلنا فعلا. بركي نظره انثويه كمان. ايه ليش لا؟ وشو يعني تفضلي. لا ابدا لا، عم بقول انه ضروري بقى نفوت لاعماق الالام عند المراه. يعني ما فيهم نمنعوا اولادها عن البكي. انا في ست تلاقيت فيها وكانت حضرت ومشيت وبعدها عم تتابع، اكيد بدي وجه لها تحيه، قالت لي عم ببكي بتحجج فيكي لانه انا لما خسرت خيي وخيي ثاقبت اسمه طوني. قالت لي بس خسرت خيي عشنا الحزن بس بعدين خلص ممنوع ابكي يعني اولادي انه خلص وصار له زمان. قالت لي خيي كمان لتعيشي قالت لي عم بتحجج فيك تأبكي وارتاح لانه الجرح ما بيلحم ما بيروح. على كل حال قلتي يعني باول مقابله انه نحن بنبكي عن الناس، نحن بنعطي الوجع وبنفضيه عن الناس. ان شاء الله الناس ما بيعطوك الا الفرح والمحبه والنجاح دائما، وناطرينك يلا بادوار جديده. وشرفتينا بوجودك معنا اليوم السيده. شكرا لزيارتك رندا كادي. هذه كانت حلقتنا لليوم. ثانك يو للمتابعه. بكره حلقه جديده من اللايف الساعه 8:30. باي باي.